السمرية والكتابة المسمارية تحت سماء بابل الأثرية، حيث كلية المستقبل الجامعة الأهلية أولى الجامعات العراقية. هذا البرنامج برعاية كلية المستقبل الجامعة الأهلية أولى الجامعات العراقية. ما بي حيل أرفع جفن ذبلان جسمي من الحزن والدمع من قد ما نزل ما خلى لون برمشي، محتار بأحلامي البغن شو ما رضن يتحققن، مثل اللي يشوف ابن البشر كبران بس ما يمشي، ما عندي كل شي بيا بخت يردوني أرضى بكل شي، وحدي بغرفتي وأي بشر ما أحمله وما طيقه، وما رايد أسمع لا نفس لا صوت لا موسيقى، الأعمى يوقع لو عثر بصغر حجارة تعيقة، خلوني وحدي ولو متت بس أمي ترفع معش. مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة ومهمة من بيت شعر. ضيفنا اليوم منشد صاحب صوت عذب وشجي مختلف بالخط اللي خاطه لنفسه. أكو هواية أنا شخصياً عندي استفسارات اليوم راح أطرحها ويا على الجو، بس أنا راح أضمن لكم بأنه اليوم راح تسمعون خامة صوتية أنا دائماً ما أقول عليها هي من أهم الخامات الصوتية اللي أنا سامحها بحياتي. راح بوياي بالمنشد سيف المشداوي. حبيبي أستاذ محمد، شلونك سيف؟ شلونك يا حبيبي؟ الله يسلمك. أنا أشكرك على المقدمة الجميلة يا حبيبي، في وأشكر القناة على الاستضافة، وإن شاء الله يا ربي تكون حلقة خفيفة ظل وثقيلة محتوى إن شاء الله. أكيد بوجودك. الله يسلمك. لا أكيد بوجودك وبوجود كل الأساتذة العاملين خلف الكواليس. أيوة يسلمك. شوف أنا اليوم عندي وياك هواية، كلش هواية محاور. أي. بس بداية أنا دائما ما كنت أقول أي شخص صاحب قضية لازم ما ينسلخ عن الحياة، يعني حتى لا يكون هو بمكان والحياة بمكان آخر. بمكان آخر. يجوز هذا اليوم احنا تعودنا على هيئة وخلينا نقول إطلالة المنشدين شوية، ما تحس انت، احسك انت شوية مختلف بهذا الموضوع، صح لو انا غلطان؟ يعني هو صحيح. اي اريد جوابك. وهذا الاختلاف هو بصراحة يعني مقصود من عندي بصراحة حتى لا يكون متشابه مع الآخرين. اختلاف طبعا بالطرح نوعا ما، يعني أطرق المواضيع اجتماعية أكثر، ممكن تكون حساسة، ممكن المتلقي يفهمها بغير جانب، بس هي من جانب إنشادي، لأنه أنا أشوف وظيفة كل إنسان يطلع بالإعلام ويصدر نفسه على أنه هو شخصية عامة يجب أنه يشتغل على أشياء لامستها الناس، يعني مو فقط يختص بقضية معينة. وأنت مختلف حتى قلت لك كإطلالة. الله يسلمك. هاي عيونك الجميلة المختلفة. متوذقك. يعني أحسك عصري. أنا ردت أسألك بأنه يعني هاي الأناقة وهذا الجمال اللي أنت طالع فيه. يعني ما في يوم توجهت لك أسئلة قالوا لك مثلاً أنت منشد شلون هيك تطلع عشان؟ يعني أكو أي أحكي ليش طق مالات هنا مثل ما يقولون. لا أكو ناس مثلاً تسأل تستفسر يا بش عجب مثلاً الإطلالة أو بالضبط أو هوايته. شنو جوابك أنت على هذا الموضوع بصورة عامة؟ جوابي يعني بصراحة ما يكون واحد، انه يعني حسب السائل، يعني مرات واحد يسال
بحسن نية. مرات واحد يسأل، فلنفرض جاك سؤال بحسن نية، شنو راح يكون جوابه؟ بحسن نية إذا يعني أقول له إذا تشوفنا أنا مثلا خطأان بهاي الهيئة مالتي، هو خطأ هو أقول له إذا طبعًا. تشوفنا أنا مثلا خطأان بهذا الشيء فأنا أعتذر وإن شاء الله راح أعدل من نفسه واللي تريده يجرى. يعني هذا النوع اللي تشتري راي، يعني اللي شلون أقول لك، اللي تشتري راحة بالك. نعم. شايف كلمة نعم، كلمة نعم، نعم وحاضر وتدلل. إحنا اليوم بأشهر بها خلينا نقول مصاب لا يمكن بأنه نتجاوزه، وأنت كصوت شجي خدمت هاي القضية، فاليوم نريد نستهل ونفتتح حلقتنا بقراءة لهاي القضية المقدسة. أكيد هاي القضية هي أنا حتى لا يفوتني يعني أستاذ مهند، أنا أشكرك لأنه البرنامج شعري وخصصت بي إنشاد وهاي التفاصيل، هذا يدل على أنه حسن نيتك مع جمهورك مع ناسك ومع القضية بشكل عام، لأنه هي القضية اللي إحنا بصددها هي قضية إنسانية، يعني ما مختصرة بطائفة معينة ولا بفئة معينة، فأكيد هي يعني قضية إنسانية جمعاء، لكن كبرنامج شعري مخصص تجي بي منشدين وتجي بي ناس، فهذا يعني ما أريد أقول يحسب إليك لأنه أنت سباق والله يوفقك إن شاء الله. كل من خلينا نقول يساند ويخدم من موقعه، من موقعه. نعم أكيد. فاليوم بيش رح نستهل حلقتنا يا سيف؟ نبدأ بقصيدة إن شاء الله للشاعر السيد محمد الموسوي، طبعا قراها الرادود الأستاذ، أنا أحب أسميه الأستاذ لأنه فعلا أستاذ، محمد من أهالي الأحواز طبعا ما يحضرني الاسم الكامل. جيتك خويا حسين ليش مغمضي عيونك؟ الله. شفتي الخيل تسحق بيك جنهم ما يعرفوك، أنا أدري العطش يا حسين غير وجهك ولونك. الله. رمولهم حار وتغطيت بعين لا يسلبونك. الله. سولفوا بينا والسالفة جروحك وطلعت سكينة من طلع روحك، وطلعت سكينة من طلع روحك. آخ باكر وي غروب يا حسين ونضيع معارفنا. الله الله. لا تختاض هو السوق باكر كل شايفنا بعدنا نسولفي وذبحوك ما خلصت سوالفنا دمك بعد بجفوفك وجذب بحجتفنا وجذب بحجتفنا. الله. جابن الحافر بريحة هدومك
وتعنيتك تشاوين هرسومك وتعنيتك تشاوين هرسومك أنا دخيل يا أبا عبد الله أنا دخيل يا أبا عبد الله 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 عليك الله حسنت على صوتك يا حبيبي الله يخليك يا حبيبي أنت تقرب طريقة قلت لك يا هاي ال ال الخامة اللي عندك يعني ويا التكنيك اللي موجود بيها أكو بيها إحساس ما أدري شنو الله يسلمك لا يعني نحاول نعيش الكلام اللي موجود يعني حتى يبين تعب الشاعر إيش قد تعبان وإيش قد متأذي بانتقاء للمفردة وشلون حاب يوصلها فهنا مسؤولية المؤدي أنه حتى إذا عنده قدرات صوتية يخفف من عتب بس في سبيل يوصل الفكرة ويوصل الكلام إيش قد مهم هذا الموضوع يقول إيش قد مهم هذا الموضوع هو هذا ضروري بالمناسبة أنا دارسة دراسة يعني هذا يعني إحنا بصورة حلو إحنا بصورة عامة خلينا نحكي أكو نوبات عرب زايدة تأخذ من الجمالية تأخذ من الجمالية أو بنفس الوقت تأخذ من روحية الكلام هو هذا الـ 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 وأنا دائما ما أقول العربة بصورة عامة تخليها لازم عزيزة شايف يعني بمكانها يعني بمكانها وبقلة بصراحة خاصة بالقضية يعني الحسينية أكو مثلا سلسلة أحداث بالكلام بين سطر وسطر فالبناء هذا يجب أنه يتوضح لأنه أنت من تبقى بسطر تنغم وتعريب وكل هاي التفاصيل المتلقي راح يبقى وياك راح يندمج ويا صوتك فراح تأثر على البيت وين درست هذا الموضوع أنت قلت أنا درست دراسة أنا أساساً موسيقي يعني أي أنا بيانست فأنت هذا الموضوع أكاديمياً يعني أكاديمياً أي أكاديمياً أخذ أنه العملية متكاملة يعني أنا ما المفروض يعني كلام لحن أداء كلام لحن أداء سواسية لا الكلام أعلى من اللي أسويه يعني المفروض ماكو شيء يبرز على ولا شيء. أنا أعلى من الكلام أو التوزيع أو غيرها يجب تمام. أنه تكون العملية متساوية حتى تطلع الجملة بشكل أهدأ وسلسة وطرية من توصل لدن المستمع زين اليوم اللي أنت تلحن أي اليوم اللي تسمعه مثلاً خلينا نقوله من الأناشيد واللي تسمعه من القصائد اللي تنطرح قدامك شنو اللي يبقى عالق بذهنك يعني بدون قراءة بس طين اللي ببالك هواية والله هواية وخصوصاً بالفترة الأخيرة خصوصاً بالفترة الأخيرة وألحان المجالس ألحان المجالس هواية عندنا يعني ناس إذا تحب أنطيك أمثلة يعني أسميهم لك بالأسماء أي نعم. ناس شغلهم بالمجالس مختلف تماما يعني بيشتغل لك لحن كانما جاي يتعامل ويا اوركسترا قصيده المنبر اللي هي احنا اليوم خلينا نفصل بس بين الردود والمنشد تمام نعم. على مود توصل لي الفكره وتوصل الفكره للناس تمام القصيده من تقول قصيده المجلس يعني تخص بيها اللي يقراها الرادود اللي يقراها الرادود تمام هاي هم تلحن بعد الكلام طبعا اكيد زين هاي امارات تلحن قبل ما تكتب تمام يعني ينبني الكلام على اساس اللحن على اساس ومرات ينبني اللحن على اساس الكلام ينبني مثل ما تفضل زين انت قلت احدد لك شخص اي يعني بعالم الردة الحسينية اكو هواي ناس بس ممكن انطيك امثله أي نعم. هم كلش هواي يعني مثلا حيدر البياتي مسلم الوائلي مسلم الوائلي هواي ناس محمد باقر محمد باقر اللي كان ضيفه قبل كم حلقه نورنا تحياتنا لكل من تحياتنا كل اخوتنا اللي انذكرت اساميهم الله يسلمهم ويحفظهم ان شاء الله جاي يتعاملون يعني جاي يتعاملون ويا القضيه تعامل فني بالضبط اقول لك هو لازم التعامل بالقضيه يكون تعامل احترافي يعني ما كانت ذيك الاحترافيه كانت الفتره هو اوكي الفتره طبيعي لازم انه تكون موجوده لانه هاي سليقه بس كانت غالب يعني موضوع الفتره غالب على القضية الفنية وهاي التفاصيل القضية بحد ذاتها مشرفة فيجب أن تطرح بأسلوب مشرف أكيد هاي الغاية هو هذا الهدف صح. أنا ما أريد أتعبك لا بالعكس
بس الجمهور اللي حق علينا اكيد، واني واحد من الجمهور كلش احب صوتك. الله يسلمك. ايش راح نسمع بعد؟ نسمع قصيده ان شاء الله، يعني ابيات نعي مزج ومذيله بقصيده. طبعا الابيات النعي هي لاستاذنا الحبيب والطيب فاضل حسن. تحياتنا للحبيب والاخ والصديق فاضل يعني حسن. حبيب الجميع هذا طبعا. أيه. طبعا. والقصيده اللي بعدها راح تكون للسيد مرتضى الموسى، وتحياتنا له. تحياتنا لك. الله يحفظك سيدنا. طبعا السيد يمر بوعكه صحيه، نتمنى له الشفاء العاجل. يا رب العافيه سيدنا. الله يسلمك. حمل يا قلبي حمل يا قلبي هموم بهموم، واطلع بعد شقينا لهدوم. الله يا سيدي الله. حمل يا قلبي هموم بهموم، واطلع بعد شقينا الهدوء، واطلع بعد شقينا الهدوء. عد يا فريضة طلبت الموت، نحنها ونريد بكم للبيوت. الله عد يا فريضة طلبت الموت، الله نحلها ونرد بيكم، نرد بيكم للبيوت. الله عفنا الهلا وقلبنا الجدود، مثل السحير دفنوه بالقبور. عفنا الهلا الله وقلبنا الجدود، مثل السحر، مثل السحير دفنوه بالقبور. قلب وهلا ما عدهم بقوه، وبجيوبهم بس الجفافي. الله مو شيلة امي خلصت انذور، مو شيلة امي خلصت انذور، خلصت انذور جن هدم على القبر مشروع. يا الفارقتن عيون الشطين، شوية القلب يراد قلبين. كل ما بكيت، كل ما بكيت تتفقد العين. يتلولحن مثل التراتي. كل ما بكيت تتفقد العين. يتلولحن مثل التراتي. يتلولحن مثل التراتي. ناغتك بهز المهد، كبرتك وردتك سند. يمه شحلاتك يا الولد يمه، ناغتك بهز المهد، كبرتك وردتك سند. يمه شحلاتك يا الولد يمه، يما الولد كل ما يمر طولك اقرالك آي. هنيالي بيك وشين صرت مو واحد انت هواي. يما الولد كل ما يمر
طولك اقرالك آية هنياني بيك وشين صرت مو واحد انت هواي لميتني بحضنك شفت ضحكة وهلا وحجاية صافي مثل ماي النهر ما توقفي على مراي يا العودت نشمى رديت قدام أشوف بكل وقت يا أحلى من طير السعد يمه يا أحلى من طير السعد يمه للسيد مرتضى الموسوي. الله الله يحفظك إن شاء الله. الله الله يسلمك يا حبيبي. تحياتنا السيد مرتضى أكيد. وتحية يعني أنا لأبو عباس فاضل حسن هذا الإنسان البداية ما أعرف شلون كاتبه والله هذا الشابعاني عارك من وراه. ليش؟ أحبه هواي. زين ليش تعرفه؟ يعني أنا بالنسبة لي أكو مقولة قالها رائد أبو فتيان تحية حبه إلى عبود وأنا كلش مؤمن بيها. قال النص من يتجرد من اللحن يفقد جزء مهم من جماليته. تمام؟ تمام. ما عدا كتابات فاضل حسن تقرأها شعر تقرأها لحن هي بنفس مستوى الجمالية. هو نفس ال أو عدة جمل يعني صدق مالاته. أستاذ سراب يقول هنا مالاته يعني أكو جملة كانت ببيان النصر. أي. بيان الانتصار. بيان الانتصار لعلي الدلفي. علي الدلفي تحية. تحياتنا للحبيب علي الدلفي. يقول تراكضوا والليل الأزرق ما غفوه. أنا أول مرة أشوف شاعر يوصف البرد بلون هو بمجرد ما قال الليل الأزرق الليل أسود أي يعني بمجرد ما هو بس قال الليل الأزرق أنت قبل تخيلت بأنه الجو كلش بارد. زين أنت من يعني عمرك ما شفت واحد يوصف البرد بالزراق يعني شلون وصلها للأمانة يعني أنا هذا الشطر هو مشكلة. أنا وصلنا المرحلة من أسمع نص حلو أقول هذا فاضل حسن. بالضبط هاي المرحلة اللي واصلنا يعني أكو جمل يعني مثلا خلينا بس يستاهل أكيد فاضل حسن أنا أحكي به هاي لأن هو شوية قليل الظهور بالتلفزيون أنا أعرفه وما أعرف شو كتي حن قلبه علينا بعد ما ندري يعني أكو جملة يقول بفلوسهم أركب وجيهم. تحياتنا لك مرة ثانية وثالثة ورابعة يا حبيبي. تحية حب له. اي تعب هواي. لأنه شو خلينا نرجع الموضوع اليوم صارت اكو مسابقات تعنى بالإنشاد. وتصدر طاقات جديدة وتصدر أسماء جديدة. شنو رأيك بهذا الجانب بهذا الخط الجديد؟ هي يعني بالبداية تحية حب لكل القائمين على هاي المسابقات لكن خلي نتفق على نقطة أنه المسابقات بشكل عام هي تكون ربحية بالنسبة للقنوات وبالنسبة للمنتجين وغيرها. فالمسابقات الإنشادية صار تقريبا 3 سنوات إلى 4 سنوات هذا الموضوع موجود. بالسنتين الأخيرة بدت تصير ربحية أكثر من ما هي إنتاجية وتصدر لك طاقات وهاي التفاصيل لأنه تشوف شلون شفتها ربحية سيف؟ يعني وأنا بصراحة يعني أقيس نجاح البرنامج ما بعد البرنامج. زين اللي بالمراكز الأولى شنو قدم لهم هذا البرنامج؟ شنو أنتج لهم من إنتاجات؟ وين وصلوا؟ زين انت بتحس بانه يعني من بعد البرنامج الموضوع مو مسؤوليه البرنامج لا يعني بعد كل شخص وهو بس مسؤوليه قناه باعتبار انه احنا اليوم تصير بالانتاج هم بالانشاد وانتاجه اكو قضيه هسه ما نقول عقود وغيرها بس اكو التزامات يعني
لانه تعرف سيف انا اليوم كمؤسسه اوصل المنشد ببرنامج فتحت له نافذه للناس عرفت صار اسم بعدها انا ما مسؤول على خطواتي. لا هو انا وياك يعني القناه مشكوره انه توصل زين. توصلك لمرحله انه انت تطلع ببرنامج تطلع على القناه أنا ولا دا اتبنى لا 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 مو مو انا دا اطرح سؤال هو انا يعني انا ادافع عن القناه ما مو مشكله اساسا القناه متفضله انه سوت هيك متفضله كمسابقه مو كخط يعني نعم لكن اغلب المشتركين تعرف اليوم الانتاجات مكلفه شويه فاغلب المشتركين يعني يكون حد للبرنامج وخلاص فانا اتمنى يعني هو تمني حلو هو تمني مو بقدر ما هو تحميلهم مسؤوليه هو تمني بانه الناس اللي توصل يدعمونهم اكثر من خلال انتاجات من خلال برامجهم من خلال ظهورهم بالقناه حتى يستمرون تمني لانه اللي يطلع اليوم الموهبة مو كافية يعني تتفق وياي أنت الموهبة اليوم يحتاج لها تسويق يحتاج لها عمل يحتاج لها هواي تفاصيل فمن إجاك موهوب أحسك متذب من هذا الموضوع سيف مو أنا عانيت منه بدايات بصراحة يعني أنا بالبدايات عانيت منه يعني أوكي أنا عندي مثلاً عندي صوت أو عندي موهبة شعر خذتني الغير طريق خلينا نطلع من المسابقات مال الإنشادية إذا أعرف بداياتك البدايات يعني هي هاي المعاناة اللي أريد أعرف تفاصيلها اليوم شوف اريد اخذ اليوم اشياء حصريه تماماً خدمتك البدايات انا يعني والدي والاصدقاء المقربين هم داعمين يعني لهم تحيه للسيد الوالد ولكل الاصدقاء الله يحفظ لك يا الله يحفظك ويسلمك داعمين لي بهذا المشروع لكن تعرف تنقصنا الخبره تنقصنا هواي تفاصيل بعدها تراكم الايام وبلقاءات وغيرها حتى اختصر لك القصه انه عرفت المقام واللحن ما اعرف شنو شلون اجيب قصيده شلون هيك شلون هيك بس بقت عندي قضيه الوصول مثلا شلون اوصل انا لهذا المكان شلون اقرا انا بهذا المكان شلون اخدم بهذا الموضوع شان انتاجيا مكلف هذا انتاجيا كان يعني مو ذيك الكلفه بس هو مكلف في بدايه الامر انت اليوم لا تحسب لي على وضعك هسه انت احنا في فتره ما نحكي انت ممكن كان اذا خلص مكلف جدا جدا ها فهمت قصدك مكلف جدا فهمت قصدك ايه ايه مكلف جدا بعدها تعرف بتقدم السنين تتغير الاسماء تتغير المواد الفنيه الامور الادوات كل هاي التفاصيل فهي من تتغير تلقي بظلالها على الانشاد او على المجتمع الفني بصوره عامه يعني تمام فتصعد تتصاعد الاسعار تتصاعد الكلف انا اليوم مثلا مهند العزاوي صديقي واخويا وما اعرف شنو ينطيني نص بس وراي عندي مهندس صوت عندي موزع عندي مخرج صح عندي صح يعني هواي تفاصيل ابو اضاءه ابو كذا فهاي كلها تكاليف وهذا العمل من جاي ينتج فنيا وغنائيا ده يصرف عليه الاف دولارات هواي فاحنا نختلف بالتالي الموزع اليوم اذا اريد نكسبه او نريده يشتغل لنا عمل انشادي زين هو بالمقابل ممكن ياخذ مبالغ طائله اذا اشتغل بالغناء بالغناء يعني وبالمناسبه خلينا اقول فت قضيه دائما ما يبخسون حقهم ويعني هي يمكن يعني حتى ذا تحسب عليه كل مهندسي الصوت والموزعين والملحنين اللي موجودين بعالم الغناء كلهم مشكورين على تعاملهم ويا القضيه الحسينيه شلون يعني من موزع ياخذ 4000 5000 دولار بالاغنيه من تشتغل يم القصيده الحسينيه ممكن ياخذ منك 500 دولار سبحان الله هاي القضيه فشكرا لهم يعني هاي القضيه هاي القضيه يجوز انا اعيدك بموضوع الشكر لسبب واحد سبحان الله هاي القضيه انت من يوم تروح تشوف ناس معتنقين مثلا الديانه المسيحيه او غيرها او ناس يوصلون سبحان الله هو لهذا السبب انا اقول لك شكرا هاي القضيه يا اخي غريب أنا لهذا السبب أقول لك شكراً لهم لأنه معظمهم من غير ديانات وما أعرف كل هاي التفاصيل بس إحنا ما ردنا نخوض بها هاي القضية فمن هذا الباب بيها 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 سيطرة على العقل والوجدان غريب القضية الوحيدة اللي توقف قدامها خلينا نقول كل أنت مسلوب الإرادة أنت متعاطف مسلوب الإرادة وما تقدر تسوي أي شيء غير أنه بس تخدم بشكل صحيح كان شوية احنا اخذنا هواية حوار شايف فريد اسمع من عندك بس ورا الفاصل ان شاء الله اعزائي المشاهدين خلينا نروح فاصل وراجعينكم من العراق من بلاد ما بين النارين
السمورية والكتابة المسمارية تحت سماء بابل الأثرية، حيث كلية المستقبل الجامعة الأهلية أولى الجامعات العراقية. هذا البرنامج برعاية كلية المستقبل الجامعة الأهلية أولى الجامعات العراقية. ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين من بعد هذا الفاصل، ومستمرين بحلقتنا أو منشدنا الرائع سيف المنشداوي. أنت الأروع يا حبيبي. أنا قبل الفاصل قلت لك أريد أسمع منك، أي. فبعدني ما ناسي. تمام. ولا المشاهدين. ولا المشاهدين طبعا. بيهن ذوق دمعات على فرقك، الله قدام الغروب ما فشلن أوقفهن غصب عود أنا ناسيك، وينزل اللو عليك أحد سني، يا ماخذ شوفهن ما غمضن يوم كل ما يجي الليل يعاندني، وحق صفنة عيونك واصل الموت لو ما ذكرياتك صبرني، اقول ان اوف منك وارجع النوب، اقول ان خاف تزعل اوف مني، الليالي وانت ماكو يهدني الحيل، كل هذا وبعد ما عذبني طيوفك من يجن يتمرجح عن شوف شوف شوف، العالم غير عالم ياخذني ميت يا صديق وعايش وياي وياي وياي، ولا واحد بقدك سأل عني، لي علي الدلفي. النص الآخر للصديق الشاعر فراس الساعدي، تحية حب له. عيفتوني وانا ظليت احبكم، وباقت عافية عيني صوركم، عيفتوني وانا ظليت احبكم، وباقت عافية عيني صوركم، من المغرب تنامون مو مثلي تسهرون، انا الليلة خالص اشتم عطركم، عفتوني وانا ظليت احبكم، الطير الاخذ من عند المكاتب، ومتاني خبر من عندكم يجي رد وجناحه مايل ما شايل رسايل، الله رد وجناحه مايل ليش ما شايل رسايل، ايش عجب عن حالتي ما سولف لكم ما سولف لكم، عفتوني وانا ظليت احبكم. طبعا هذا النص بي للشهداء اكثر، وانا ما حافظه فقريت اللي قدرت اخلود على الرحمه شهدائنا، خلود لجميع الشهداء. انا عندي معلومه
شنو شلت متعارك على الشمري؟ على الشمري. خلي اشرب مي واجاوبك. اي اشرب مي وفهمني. علاو ما علاو علاو ما قاعد يتحرك يا الكاميرا مثل ما يقول من وين؟ اي اخذ كاميرتك. اولا تحيه حب وتقدير واحترام لعلي الشمري، كلش احبه، بس احنا يعني صارنا تقريبا اصدقاء 16 ل 17 سنه. يومين نتعارك. يعني الموضوع عندكم صاير طبيعي؟ اي لا طبيعي. وهو ما يتعارك وياه؟ تدري ليش ما يتعارك وياه؟ اي يعني شوف علاوي من النوع اللي عفوي مليون بالميه. اي طبعا. يعني انا اول مره اشوف واحد عفوي بهاي هذا الليفل. لا بالمناسبه ممكن اذا تعاركت وياه اليوم اي والله حظك بانه ثاني يوم مثلا كان عنده لقاء هو تساله تقول له ايش سويت؟ يقول لك هيش وهيش. هو هو عايش حقيقي. شايف هو لعب كذب ولعب يضم. لا هو حقيقي. وبالمناسبه يعني اغلب عركات وياي لمصلحته للامان. المصلحته المصلحتي لو مصلحتك اي يعني المصلحتي يعني ينطيني مثلا نصيحه او سووا فلان شيء سووا فلان شيء انا نوعا ما العجز يسيطر عليه ف تصير هاي الخلافات. حياتنا وعلي الاخ والصديق علي الشمري. علي الشمري حبيبي انت مكانك محجوز، هذا الشيء منتهي من عنده. احنا اخوه يعني حتى ما بيناتنا هاي الدعوات الرسميه، بس للامانه انا كلش مشتاق اسمعك على الشمال. ويعني بعد بكيفك انت يعني هالايام ان شاء الله قريبه. والجديد مالته اوف انا دا اتابعه يعني هالايام. هو ما شاء الله هو علاوي من نوع عنده هاي الشعريه اللي ما تخلص. شايف صح شلون علاقتك بالشعراء؟ انا هذا السؤال كان يقودني لهذا الموضوع. كلش حلوه علاقتي بجميع الشعراء، يعني اخوه واصدقاء. مطلع على ما يكتب بالشعر؟ اي مطلع 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 لكون يعني مستمع وتقريب اصلا قريب، لانه هو يمكن حظ اغلب اصدقائهم يعني اليوم اكو هسه علي تزعلنا. هو صاحب ابوي بالفتره صار له سنه سنتين. حلو. هو وابوي قاعدين وواحد فاهم الثاني ويحشون عليه اثنين. سيف اكو لكل جانب من الجوانب، او خلينا نقول لكل شخصيه من الشخصيات اكو شخص يتعامل وياه، اكو كيمياء بالتعامل. يعني خلينا نقول كملحن او كمنشد وين تلقى روحك يا مياشاعر؟ على الشمالي تتعارك وياه؟ هاي علي صدق شد طبعا كلب بيها مشان تعارك وياه؟ مو هي المشكله يعني احنا صداقتنا ما انبنت مثلا بالوسط وهيك. اعرف ف هو قلت لك يعني اغلب يعني شوف هي نوبات سبحان الله. هي الكيمياء شلون؟ يعني انت يجيك شخص موضوع مثلا الانشاد يجيني بصورة عامة خلينا نحكي أي تعامل لو يجيني الكلام كلمة كلمة أو ما يجيني أصلا، لو سبحان الله تعامل ويا شخص تحس النص كله نزل بسلاسة صح. وأكو حتى بتقارب بين اللحن والكلام. يعني تعرف إحنا بالجديد كل الأعمال صارت اللحن قبل الكلام. أي صح صح لو أنا غلطان صح. فأنا أقول لك وجهة نظري كشاعر، أكو لحن يا أخي ما أقدر أتعامل وياه أي للأمانة. أي هاي مشكلة صحيح. ما يعني الروحية ما متوالمة وياي، وكو عمل لا سبحان الله ينزل الكلام بسلاسة. وبنفس الوقت ترى هم أكو عند الملحن أنه كلام ما أقدر أتعامل وياه. تصير عندنا هاي الأمور، لأنه مرات مثلا من أقول يعني يا مهند العزاوي مثلا أكتب لي نص وما أعرف شنو هيك شيء يعني يخلي يوظف بي شاعريته. إحنا مرات الشاعرية العالية بالنص تنظلم وتأذي الملحن صح. يعني انا شلون راح اوظف هاي الصوره؟ ما تنفهم ما تتوظف فما تتوظف فتصير بيها مثل فرق كبير بين كتابه النص وبين كتابه القصيده. هذا فرق كبير وشاسع. هو هذا علي اللوكيميا اللي بيناتنا. علي يكتب نصوص الى اغلب مثلا فنانين او منشدين او كذا، بس علي اكو نص يكتبه مثلا هو ناوي ينطي لغير شخص يعني زين. فلان طلع هذا النص عزله على صفحه خابرني يقول له هذا النص انا كاتبه لفلان. شوف قلت له اي، قال لقيتك بيه. قلت له خلاص راح واصلين هاي المرحله. راح اغير غير موضوع مع بس هو هذا لقيتك بيه انت. قلت له خلاص هو لقيتني بيه هو. او مع بالمناسبه يعني من يقول لي لقيتك بيه او ينطيني فد شيء مستحيل اناقش. اكو عندك هاي الثقه بانه هو يعرف اليوم وين يشوف سيف؟ مستحيل اناقشه. صارت تقريبا سنه ونص ما اشتغلنا انا وياه. اسئله ما اعرف ما عندي شيء.
ما عندك شيء تمام خلاص كل تمام اي يعني عنده شيء خابرني هاي المرحله من الانسجام يعني. هاي المرحله من الانسجام بالعمل كلش مهمه وكلش ضروريه وكلش مهمه طبعا ويا غيرها موجوده انا ويا هواي شعراء اكيد طبعا بس هو علي يعني الاقرب والبدايه وهيك شيء استاهل مو اي تعرفني جريد محضر لك هاي بيعرض شوية يعني يمكن يرخصني أستاذ الأستاذ الشاعر نور اللامي تحية تحياتنا تقدير وإحترام نور اللامي نمشي أنا وياه بزيارة من الزيارات فأسولف له على موقف فهو صافن نمشي وأحكي له قلت له شو ساكت أنت قال مو أنت جاي تحكي لي أنا يعني هم جاي أعيش بالوضع الحالي أوف فكتب قصيدة وما أعرف شنو فمن ضمن القصيدة أنا يعني قبل لا أصور قبلها بيوم إن شنت يما قلت لها أريد تقطع لي أبيات من عتها فهي بين العتب وبين الوجدانية وبين هيك شيء مو نص يعني أي نعم أي فهو صليط أي يعني من يكتب من يكتب يدوس تدريبي لا وما عنده مثلا يعني صوره بصوره 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 قلت له على كيفك خلي استوعب الموضوع طبعا تحيه حب له يعني هذا تحيه الحبيب نور الله يدل على شاعريته وعلى امكانيته رجل وهو يعني اكبر من ان اوصفه انا بصراحه متغير علي مو لولي يا الله افك رجل رسايل كلها تهديد الله انطيتك فوق حجمك بالغت فيك فعل ماضي وبقت ذكرى المواعيد جازفت بسمعت بعشرت وياك هملت اسمو دست فوق التقاليد مو نفس العمر بس انت داري ما حسستك بفرق المواليد الله كان الملح زايد بالغت بيه كان الملح زايد بالغت بيه علاقتنا من كثرة محسب تزيد خفت منك عليك شلونك بهاي هاجس خاف هجرك صار تعويد خذهن مني لك خذهن مني لك ما ريدهن روح اعتذاراتك ورا سويتها ما تفيد حسبالك قبل وافتح لك الباب ما تنهز على تكبير العيد ما تنهز على تكبيرة العيد طقنا على عيد الوقت طشر مواعيدي لمحمد راضي تحياتنا له طقنا على عيد الوقت طشر مواعيدي غني لكل شنتها على راح من يدي وسط الظلام وتهت لا يا صبح عيد خلي يذكر الله الوقت خلي يذكر الله الوقت مو هيك إنسانة لحظة بعيون الفرح ما شفنا دنيانا تقطع علينا الهوى عود انت تهوانا ثاريك يوسف شكل بس قلبك اخوانا الله أنا أدري هالسفرة حيت ما أدري فهموني شريد من الحزن ودع على عيوني
شي يريد من الحزن ودع العيون ودع 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 على عيوني وبسلامتك. ومو يم عيش لوحدك وانتهل بيني وبينك ببيتي وانت مرايتي وما خلي عيني بعينك. مو يم عيش لوحدك مو يم عيش لوحدك وانتهل بيني وبينك ببيتي وانت مرايتي وما خلي عيني بعينك. كذاب عرفك مو ذهب واللي يحبونك غشم وما اريد اقول ايش كبرت كل بشر يعرف حجمه. نسيتني نسيتني وجوه ووكيت من جيتني لحد ما رحت اتمنى اعرف اي بشر وابقى اتذكر اسمه. الله ودعتك واخر سطر باقي لي من عندك عطر لو موت ما اشتم وما دام مو نفس الحلم كل من يروح الحلم سيف شنت. يلا قبل لا تختم اي انت هذا الوزن ايش وقت تكتبه مو حلو؟ فتوى ذوقك فدوى ذوقك يا حبيبي. اي والله هذا الوزن اني ايش وقت تكتبه مو حلو؟ اعطيك فد معلومه اول ما كتبته للامانه لا اعرف شو اسمه ولا اعرف تفعيلته. انا هم ما اعرف اسمه بس اول ما هو المدرسه ولا اعرف تفعيلته ولا اعرف شلون ينكتب. اول ما اجى ببالي اول نص لحد هاي اللحظه اتذكره باقي لي بس روح ونفس يا فلان بشرك من رحت وياك اخذت العافيه. ومن ذيك اللحظه هاي اللحظه اللي بيني وبين هذا الوزن فد علاقه قويه كلش. ماكو هيك لوكيميا شل بداحات يا حبيبي فدوى لقلبك. كنت ممنون لحضورك اولا وفرحان بي وانت من الناس اللي اينما تحل تكون حلقه دسمه. الله يسلمك. وانت خفيف ظل ومحترم وانا كلش فرحان بوجودك وكلش اشكرك. الله يسلمك. انا حكيته هواي عليه انت اخويا وحبيبي وصديقي وانا كلش فرحان من اشوفك بالتلفزيون فكيف ما منك يا حبيبي حوضك وسلمك. طبعا تحيه حب اليك. شكرا اليك. شكرا لاداره القناه. شكرا لكل الاساتذه العاملين خلف الكواليس ونتمنى انه حلقه كانت خفيفه ظل على المشاهد وعليهم. الله شكرا جزيلا لحضورك اعزائنا المشاهدين. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. تصبحون على مليون خير وفي أمان الله. هذا البرنامج برعاية كلية المستقبل الجامعة الأهلية أولى الجامعات العراقية. من العراق من بلاد ما بين النارين من الحضارة السومرية والكتابة المسمارية تحت سماء بابل الأثرية حيث كلية المستقبل الجامعة الأهلية أولى الجامعات العراقية.